والله كوكان زعما نتلاقاو شي وحده من دوك مربع الحكم، والله اخوتي اللي كتب هذا البلاغ ما يزيد نهار في الدوله المغرب. شتي القاضي اللي كيضغط عليه تدوينه ولا مقال في الصحافه ولا بيان من البرلمان الاوروبي، والله ما قاضي ولا يستحق يحمل صفه قاضي. والبوليس ما يديروش هكا، والوكيل العام انا والله انا متاكد الوكيل العام دابا راه يبقى يقول ما طاحش عليا نقول هذا الشيء، والوكيل العام ضد الزيان ما يديرش هذا الشيء. على رقبتكم اخوتي دابا انا ما نمشيش ندير شي دعوه دابا بالتامك انا على هذه الماده. راه ورطه زيان في الحبس، زيان وجوده في الحبس ورطه دوله. خوتي المغاربه حياكم الله اينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. واش عارفين اخوتي المغاربه على انني سمعت من مقربين من نقيب محمد زيان، من بعض المقربين منه، على انه عنده واحد القلب ديالو قال لك كيكحز جهه اليمن وكيدير له بعض المرات هذا الشيء عنده شي كريز يقدر يسخف. وقالوا لي مقربين منه ايضا على انه عنده واحد المرض يقدر يصلب له المفاصل. وحالوني على شي صور قال لك انت ملي كيبغي يدخل في الطنوبيل شوفوا كيفاش كيدخل. ويمكن لكم تشوفوا شي مره في شي فيديو تشوفوا كيف ما كيدخلش عادي، كيبان عنده تصلب المفاصل، عنده الروماتيزم، وتيقول لك عنده السياتيك وعنده الامراض، عنده اخطر ما كيعاني منه هو اللي اخطر كاع هادشي كله عنده خطر. وقال لك بعض المرات كيسخف. اللي عنده خطير قال لك بزاف هو المصران ديالو خايبين وكيعطيه القبض قليل فيه كيدخل مسكين للمرحاض، وخصو مرحاض روميه كما تنقولوا ماشي البلديه، والحبس فيه طواليت البلديه ثم البرد كيعاني. هو انسان براد، هو انسان فيه البرد. كيفاش جهه النار؟ واحد النار صوت لانه انا نهار درت مع حوار عنده واحد الدموع تيبقاو يخرجوا له، عنده الدموع دموع بزاف غريب وعينه مسكين. فسولت كي اللي قال لك مقربين هو تيبكي على ابسط حاجه، تيبكي كيبدا يبكي دغيا كيتاثر، وربما يكون عنده شي علاقه بشي مرض اخر الله اعلم. المهم ان محمد زيان اللي كنعرف عليه انا وسامع من المحيط ديالو طبعا ان عنده الروماتيزم وعنده السياتيك. وكتعرفوا نهار 14 فبراير اللي جاي يوصل عنده 80 عام، 8 ديال العقود، 8 ديال العقود، 80 عام عنده محمد زيان نهار 14 فبراير المقبل. اداره السجون خرجت واحد البلاغ ردا على واحد الماده نشرها الموقع ديال زيان للحياه اليوميه. نشروا واحد الماده كتقول على ان السي محمد زيان ما تناولش الاكل ديالو لانه مريض وانه وانه وانه. اداره السجون دارت واحد البلاغ كترد على هذا الشيء هذا. طبعا اداره السجون باش ترد على هذا الشيء هو امر عادي بل وسلوك حضاري انك تحاول تخبر الناس وتمكن الناس من المعلومه وتقول لنا شنو وتواصل، فهذا سلوك حضاري. ولكن الغريب في الامر هو كيف جاء هذا البلاغ. البلاغ لم يكتفي يعني كايها بلاغات ديال شي مؤسسه ودير شي اداره تحترم نفسها وتحترم القانون والدستور انها تقول اولد موقع كذا كذا مغالطات بخصوص النزيل فلان بالفلان، وللتوضيح فإن نزيل فلان فلان عنده ماكلة عنده كذا يتلقى يتلقى يتلقى، ولكن هذه المغالطات التي نشرها الموقع فإنها قد أساءت للمؤسسة ولموظفيها، والمؤسسة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كافة الخيارات المصرية. هذا هو البلاغات ديال الناس اللي احنا ولات عندنا إدارة تصدر بلاغات بحال شي بيانات سياسية غريبة الأطوار غريب. فكنطرح سؤالنا كنقول شنو مصلحة إدارة السجون في هذه البلاغات؟ علاش السجين يدخل في مواجهه فاش؟ علاش تشامك؟ شنو هي مصلحته؟ واش ما قاريش؟ واش ما فهمش؟ اولا البلاغات تخدم مصالح شي جهات ما اولا شي خصوم ماليزيا، كنبقى نفكر بهذا الاسلوب وربي شاهد عليا. وقبل ما نقرا عليكم هذا الشيء استوقفتني الى جانب حوايج اخرى في البلاغ، هو انه كان البلاغات ديال اداره السجون منذ 2017 لهنا يعني بحال من محبره واحده، كلها شديده اللهجه، كلها تتقمص سلطة الاتهام، وكأنها النيابة العامة، وكأنه والبوليس ما يقولوش داك الشيء. والله البوليس أنا نوريكم هذا الشيء زعما أنا لا أعرف ماذا يجري في بلادي الحبيبة مغرب يا حسرة. مغرب مغرب من المرابطين وأنت هواد. عرفتوا المغرب أخوتي المغاربة راه ملي كنقولوا هذا الشيء ولكن البؤساء بؤساء ما كيبغوش خطاب إصلاحي بجبة وطني، كيبغيو هادشي يبغيو دين، عندهم هما يعتبروا بؤساء. وأخطر ما كاين في المغرب والله ما رجال السلطة، والله ما السلطة ولا المسؤولين، هم البؤساء. واحد النخب
مستفدة من الريع، ما عندهاش ضمير، هي التي تزين للسلطة أفعالها، هي التي تشارك بأفعالها وكتبرر كل انتهاكات الجسيمة ضد المغرب. راه كانوا بعضهم البارح في البرلمان، كانوا في البرلمان ماشي كلهم، بعضهم شفتهم في البرلمان بؤساء لا ضمير لهم، يبيع لك القرض ويضحك على مولاه. انت كتعرفوا يدو داخله في الريح واكل المال العام ومفطح كان عارفه بحال انا شفتي، كان عارفه كيجلس مع راسه ومرته وولاده وسمع واش من وطن اش من، ولكن كشعل الكاميرات قدام وحنا المغرب وخصو الحمد لله خصنا نردوا على البرلمان الاوروبي ان هذه الدوله. كنبقى ندير انا بحال حيت كنعرفهم عندك ما تدير، ما عندي سلطه معاك، بقى كنشوف. ثم اخطر انواع البشر، ثم الخطر في انواع البشر. المغرب الحبيب نقول هادشي باش يستقام النقاش في هادشي ديال زيان، باش الناس تعرف ملي تشوفوني كنهضر بهاد المعصب. علاش انا ثلاثه الحوايج كيخليوني تشوفوني بعض المرات كنعبر بطريقه شويه معصبه، ملي كيتعلق الامر بالاعتقال السياسي صحفي، حيت عشت هاد المعنى كنعرف الاعلام وكنعرف بلان كيكون في البير كيكون في الحبس ودوله ولا مؤسسه كتخرج بها لاب وكتقول لي بغات، والاخر مسكين معدوم الاراده مسدوده عليه وباغي شي واحد يهضر بلاصتو. هادشي كنحس بها انا دابا انا زيان ولا المعتقل. علاش تشوفوني كنهضر على المعتقل؟ حيت حاس المراره كنحس بها. حتى انا ملي كنت في الحبس كنت كنبغي نقول شي حاجه وكنتمنى شي واحد يقول، ولكن ما عنديش القدره. فالحمد لله ملي دابا انا في الحريه كنحاول لعل وعسى عند الله عز وجل نلقاو هادشي اللي كنديروه. ثاني حاجه اخرى اللي كتشوفوني شويه بعض المرات كنهضر شي شويه معصب، ملي كتشوفوني بعض المرات كتعلق شي امور بالهويه المغربيه، ملي كتقاس الهويه المغربيه ولا الثقافه ولا الوطن صافي كيولي عندي شي طرق التعبير شويه. كان الحاله الثالثه اللي كتخليني نتعصب هو ملي كنتفكر هذه الدوله وما يعني بذل من اجلها من مجهودات ملوك ونخب وشعب في التاريخ، ناس راه تكافسوا على هذه البلاد. راسكم تعرفوا خوتي قبل ما نهضر على اداره السجون اليوم، هذه مهمه باش يستقم النقاش مع المغاربه. اداره السجون هي مرفق من المرافق العموميه، والمرافق العموميه في المغرب باش تعرفوا المرافق العموميه هي ملي كنمشيو للمحاكم ما كتمشيش بحال القضاء العادي ديال المدن، لا كنمشيو كتسمى القضاء الاداري. ملي كتكون الاداره طرف في منازعه كنمشيو للقضاء الاداري، المحاكم الاداريه. وملي كنقول هكا بالاعصاب علاش؟ حيت كنعرف انا منين جات الدوله المغربيه، منين جات كان عندنا ما يسمى بوزير الشكايات قبل ما يجيو فرنسيس. حنا المغاربه كنعرفوا وزير وعندنا ديوان المظالم قبل ما يجيو الحمايه. شنو هو وزير الشكايات؟ مواطن يكون في زحليقه ظلموا الباشا ولا الوالي ولا القائد ولا ما كيهمنيش ولا كذا، وزير الشكايات كيمشي عند السلطان وكيشكي من دوك المرؤوسين الكبار. وزير الشكايات كان السلطان كيبت في دوك، يعني وزير الشكايات هو البدايه ديال هذا القضاء الاداري بمعنى من المعاني. وغتجي 1901 والبدايه الاولى ديال كتابه الدستور والمجموعه ديال اش كيتسماو ماشي لسان العرب، واحد المجموعه كنسى دائما سميتها غنتفكرها شي مره، وبدات ارهاصات. شوفوا المغرب الحبيب، وغتجي فرنسا والعفريتات فرنسا اش دارت؟ هرستنا ديك المحامله الاولى، حيت كون ما جات فرنسا اخوتي المغاربه راه لو كون ما دخلتش فرنسا بالله حتى كنا نكون اليوم دوله ديمقراطيه. راه الاستعمار هو اللي اعطى لنا ديك المسيره، لان في اواخر القرن 19 وديك البعثه اللي صيفط الحسن الاول وجاو الناس من برا وبدات كتشكل نوايا فكريه وبدينا غنكتبوا دستور، كنا غنمشي. ولكن فرنسا جات باش تحبس هذه المسيره المحمومه. جات فرنسا بدات ظاهر 1913 لقات تنظيم القضائي اختزامات العقود، 2014 عاوتاني غنديروا ما عرفتش واحد القانون نسيتو، غيجي عاوتاني 1924 القانون 1935 القانون ديال 1957 ديال غنديروا غنديروا المجلس الاعلى للقضاء اللي ولا محكمه النقد، وفيه غنديروا غرفه اداريه انك انت ظلماتك الاداره بحال السجون سير دعي بالاداره. شوفوا المغربي فيه، المغربي راه في 1957 كيدعي ادارته، خاص المعلومه خاصها تدخل الناس. عندك حق تدعي الاداره سلوك حضاري، دعي الدوله واحد الوقت ما تقدرش. اذا في 1957 درنا المجلس على السلطه القضائيه اللي فيه غرفه اداريه كتبت في المنازعات، كتبت في المنازعات. تصوروا اخوتي المغاربه 1957 وانتم جايين ودوزوا 74 وظاهر 76 وشوفوا التطور اللي عرف المغرب حتى غنوصلوا 92 الدستور والجهات وهلم جرى، وغديروا المحاكم الاداريه 93. شوفوا المغرب فين وصل غادي. حتجي 2023 اللي كنهضر معكم دابا في هذه اللحظه وغنقرا بلاغ صادر عن اداره مغربيه. انا كنقول واش هذا البلاغ يتقدر يتكتب في عهد بوحماد قبل الحمايه، واش يتكتب هذا البلاغ؟ اتساءل انا. خلي دابا زيان وداك الصراعات، لا لا لا،
حنا كنناقشوا دولتنا، هذا المصالح اللي عطيتكم اللي انا كنفتخر به اللي بغيتو يبقى، يبقى باشعاع ديالو. غنقرا عليكم بلاغه اخوتي المغاربه، واسمحوا لي راه هادشي اللي قسم الله زعما تشوفونا كنهضروا بهذه الطريقه. اسمعوا اسمعوا المغاربه اسمعوا، هذه اداره السجن. شنو هي السجن باش تعرفوا اخوتي؟ شنو هو السجن؟ هو مؤسسه، هو جهاز تنفيذي، هو جهاز تنفيذي تابع للحكومه. شنو هو الدور ديالو؟ هو ينفذ الاوامر والمقررات القضائيه، كينفذ الاوامر والمقررات القضائيه. انا قررت وحسيت نعتقلو كنعطيه لك، وكلو شربو داويه حميه وخليه تما، ولا بغيتو اوامر قلت لك جيبوا لي المحكمه جيبوا لي، قلت لك خرجوا خرجوا. اذا كننفذ الاوامر وكننفذ المقررات القضائيه. عقلوا مزيان. إذا لا حق لهذه الإدارة لا في إصدار الأحكام ولا في إصدار الاتهامات ولا في الإفراج على عباد الله ولا في معاملة تحت، خاصها تحافظ على سلامة السجناء وأمن المؤسسات السجنية. كنعطيك واحد الأمانة تهلا فيها سيتو. سمعوا مزيان المغاربة، شو هاد الإدارة اش غدير؟ وقبل ما نقول لكم هاد الإدارة غدير باش النقاش يستقم مزيان، شنو قلنا؟ الحبس هو مرفق عمومي. اش كيقول لنا الدستور المغربي؟ أنا كنعطي لكم الدستور المملكة المغربية. يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الوجوه إليها. دابا لاماب مرفق عمومي، لاماب وكالة المغرب هذا مرفق عمومي. دابا لاماب خرجت بلاغ ديال التامك في إطار المساواة، واش تقدر تخرج هذه الحلقة أولا تخرج البلاغ ديال زيان؟ المساواة في إطار المساواة. تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها لمبادئ القيم. شنو القيم؟ الديمقراطية. من جملة القيم هو الكلام الجيد مع الناس، حسن المعاملة ديال الناس، حقوق الإنسان، احترام الناس. يمارس الفصل 155 يمارس أعوان المرافق العمومية، بحال دابا الأعوان ديال إدارة السجون، مدير ومدير مركزي ورئيس معقل، هذوك يسموا أعوان ديال المرافق العمومية. هذوك يمارسوا وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون، خصهم يحترموا القانون. والحياد والشفافية، ما معنى الحياد؟ شوفوا العبارة اللي كيستعمل المشرع الدستوري، أنا غنجيكم لهذا الشيء. المشرع ألزم موظف السجون بالحياد، انت ماشي شغلك. السيد عنده خصومه مع النيابه العامه، الملف معروض على القضاء، انت خصك الحياده اداره السجون، ما تدخلش فيه، ما تدخلش في التهمه، ما تدخلش في السر، لا، خصك تهضر فيما يعنيك. الى زيان بان لك بانه اساء اليك بمعطيات للراي العام، كتخرج وكتقول لهم انا اداره السجون، ان النزيل فلان فلاني اساء الي بمغالطات الف باء جيم دال، واحتفظ بحقي في اللجوء الى كافه المصالح. هذو هما الناس ديال الاداره، ديال الاداره. واسمعوني اخوتي مزيان، تخضع المرافق العموميه لمعايير الجوده والشفافيه والمحاسبه وتخضع في السير لمبادئ القيم. يمارس اول المرافق العموميه وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافيه والنزاهه والمصلحه العامه. سمعوني اخوتي المغاربه، راه مشيو دابا البلاغ ديال السيد تامك. اكدت اداره السجن المحلي العرجات اليوم الأربعاء أن المغالطات المرتبطة بالحالة الصحية للسجين محمد زيان محاولة يائسة لتضليل الرأي العام. أنا غنقراه كامل وعرجع نشوفه. أولا محاولة يائسة، قال لك سيدي لتضليل، واخا لتضليل الرأي العام والضغط على القضاء. ويلي 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 بشو. وذكرت المؤسسة السجنية بيان توضيح أنه رد على ما تم تداوله بعض المواقع على وجه الخصوص، أحد المواقع المتخصصة في نشر الأكاذيب كيهضر على الحياة اليومية، في المندوبية والمضيفية بخصوص الحالة الصحية للسجين المعتقل بالسجن المحلي العرجات، فإن السجين يستفيد من التتبع الطبي المستمر من طرف الطاقم الطبي في شأنه ذلك شأن باقي مع أخذ سنه بعين الاعتبار. وشددت على أنما ترويج الجوقة التي اعتادت الركوب على مثل هذه القضايا المغالطات المرتبطة بحاجة. شكون يكتب هذا البيان؟ شكون؟ دابا سؤال، دابا كتعرفوني كنحترم المسؤولين ديال الدولة الكبار، والله ما كرهت نسميهم بأدب باش بغيت نحسسهم باش يفهموا هذا الشيء اللي كيدار هذا الشيء هذه الأيام مع المغاربة. كيسيء لهم، كيسيء المسؤولين الكبار ديال الدولة. مهما كانت الأوضاع، مهما كان زيان الاختلاف معه، مهما كانت الخوف من المستقبل، مهما كانت شي أجواء محيطة ولا شي تفاصيل داخلية احنا ما عندناش معطيات عليها، كنحافظوا على كرامة الدولة المغربية، كنحافظوا على قامة الدولة المغربية. والدولة المغربية فين كنعرفوها وفين كتعبر على راسها؟ بسلوكات الإدارية ديالها، بقراراتها، بخرجاتها. هذا السلوك يسيء للدولة المغربية. والله
كو كان زعما نتلاقاو شي وحدين من دوك مربع الحكم والله اخوتي اللي كتب هذا البلاغ ما يزيد نهار في الدوله المغرب. طبعا هو غيترقى دابا من بعد الحلقه اللي درت عليه. انا غير كنقول لكم الاصل شنو خصو يكون. شوف اخوتي المغاربه شوف نبداو باش تعرفوا الخطوره. ما نقول لك شنو قلنا سمعتوا المرافق العموميه الحياد والاداب والصواب سمعتوا المرافق ستكون. شوف كيقول لك هذا اكدت اداره السجل المحلي العرجات اليوم ان المغالطات المرتبطه بالحاله محاوله يائسه لتضليل الراي العام والضغط على القضاء. انا نقول لك واحد الكلمه بعدا كنسمع شي القاضي اللي كيضغط عليه تدوينه ولا مقال في الصحافه ولا بيان من البرلمان الاوروبي والله ما قاضي ولا يستحق يحمل صفه قاضي. لا يستحق صفة حمل قاضي. عقلوا هذه المعلومة. القاضي المغربي اللي كيتأثر بتدوينه في الفيسبوك ولا بمقال في الصحافة ولا بتصريح ديال بيان جهة ما والله ما يستحق يكون قاضي ولا يشرفنا يكون قاضي ديالنا. القاضي راه كيسمع لضميره وكيسمع لذاك القسم اللي أدى أمام الملك ولا باش الملك. هذا هو القاضي. دابا هذا قاضي هذه اللغة اللي ولاو كيستعملوها كلشي تأثير على القاضي. دابا البرلمان الأوروبي كنبقى نضحك أنا كنضحك هي راه ماشي اللعبه في البرلمان الاوروبي لا كاينه واحد الاهداف اخرى كاينه معنا التاثير. دابا انا قاضي كنحكم باش حتاثر عليا واش دابا القاضي ممكن يحيد حكمه وتيقول وحيت ان الضغط وحيت ان الوقف امام الشارع كيحيد بالشارع وبالوقفات وبالبلاغات التي صدر وبما ان البرلمان الاوروبي اصدر وبما ان محمد زيان صدر في موقع الحياه. شات المستوى كتحق رقودات الدوله المغربيه اللي كيدير هذا الشيء. هذا النيفو طايح مع شكون اللي بدا يروج هذا الشيء. التاثير على القضاء شنو هو التاثير على القضاء؟ واش كتعرفوا شنو هو معنى كلمه التاثير؟ التاثير هو ملي كتاثر بالفلوس محاوله. كنجي القاضي كان الفلوس كتاثر راه بنادم هذاك. ما معنى تاثر؟ يقدر ضميره يضعف يقدر يتقوى. هذا هو التاثير. نشد له شي ولده ونعيطوا في التليفون هذا محاوله تاثير. مثلا شي سلوكات كنديرها وسط القاعه شي تاثير نهدوا ندير له شي اشاره واخا تخرج ونوريك كنكون وسط القاعه وكنحلف على القاضي شي حلفه وانا عطيتكم مع امثله. هذه يقدر القاضي يتاثر. حتى قاضي ما عرفش عارفك واش فوق الارض ولا تحت الارض راه ما كيقرا لا فيسبوك ما كيقرا لا يوتيوب ما كيقرا لا برلمان اوروبي وواحدين بوحدهم كيقولوا انه يؤثر في ساقر فين ناض لك هذا القاضي. والقاضي في المغرب الصابين وضع من فات مسكين يقدر يدرس فيهم. القاضي كيحكم في داره كيحكم في والله ما كيساليو القضاة عابك عابش يحاروا الاحكام عاد هو يسمع اش كتقول الصحافه اش غيقول ذاك الموقع فلفل. اذا اللعبه ما فيهاش القضاء هذه غير كيخشيوها دي غات روحينا خاويه باش نكونوا واضحين في هذا المستوى. والقاضي اللي كيخضع للضغط ليس بقاضي ولا يشرف الدوله المغربيه على انه يكون قاضي. واخا وذكرت المؤسسه السجنيه في بيان توضيحي انه ردا على ما تم تداوله في بعض المواقع وعلى وجه الخصوص احد المواقع المتخصصه في نشر الاكاذيب في حقه. ايوا هذا الموقع هذا متخصص في نشر الاكاذيب وسير القضاء ادعيه وسير حقك وسير الصحافه المجلس الوطني للصحافه دير شكايه مالك علاش كتجمع له نشر في حق المندوبيه وبخصوص الحاله الصحيه للسجين المعتقل بالسجن المحلي العرجات فان السجين يستفيد من التتبع الطبي المستمر من طرف الطاقم الطبي للمؤسسه شانه في ذلك شان باقي النزلاء مع اخذ سنه بعين الاعتبار وشدت على ان ما ترويج الجوقه. دابا الجوقه هذا تعبير السيد تامك المدراء المركزيين اللي كتب هذا المقال اللي كتب هذا البيان السياسي ولا شكون اللي كتب هذا الشيء شكون اداره السجون لك بعدا نسول واش اداره السجون هي مولات هذا البلاغ. انا كنسول حيت كنعرف ما اش عندها من ربح تكتب هذا الترويج الجوقه. دابا كلمه الجوقه دابا الاداره عرفت شنو هي الاداره؟ اش قلنا الحياد والشفافيه والنزاهه والخطاب الديمقراطي عرفت شنو هي الاداره المغربيه اخوتي؟ عرفت احنا دوله ساني اتفاقيات مع الغرب والعهد الدولي لحقوق المدني احنا غير البارح حنا كندابزوا مع البرلمان الاوروبي على حقوق الانسان. دابا البرلمان الاوروبي علاش شد هذا البلاغ ديال السجون؟ شنو هذا الشيء؟ فين كان اليوم الدراسي في البرلمان؟ اسعد دوك اللي درتو اليوم الدراسي. ها جاوبوا هادشي جوقه. واش دابا خلي يكتب على فلان ولا فلان كنهضروا على الاداره خص يكون عندها واحد المستوى في الخطاب مع الناس. ها الاداره راه من مهام هاد الاداره، الاداره هي اهم حركه ولا اهم حلقه في العمليه التنمويه. هي اللي هي الاداه ديال السلطه لخدمه الصالح العام. الاداره هي اداه السلطه السياسيه لخدمه الصالح العام. هي الوجه ديال الدوله، عنوان حضاره اي دوله هو السلوك الاداري والخطاب الاداري. بغيت تحكم على شي دوره متخلفه شوف عا ادارتها كي دايره. اعوان المرافق العموميه مالهم؟ اعوان المرافق نقرا عليكم باش نلقاو باش حيت انا بعض المرات شي خصو اعوان الاداره يمارس اعوان المرافق العموميه وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد. جوقه دابا هادي شكون اللي يحاسب هذا السيد شكون؟ واش تدري على ما ترويج الجوقه التي اعتادت الركوب الر سمحوا لي نستعمل هذا المصطلح ما خاصك تعبر بحال هذا. تشد المستوى الركوب تشد اللغه هذه اداره
الاداره خصك تهذب السلوك. انت راك تؤنسين السجناء، انت راه الانسان خارج على حاضره المجتمع، انت كتربيه لنا، انت كتأنسن، انت تعيد الجانح الى حاضره المجتمع، انت تعيد ادماج المنحرفين والمخالفين للقواعد القانون. حنا كنصيفطوا لك بنت باش تربيه وتعاود له. تفكرت واحد الموظف في عكاشه تيقول لي يا سيدي واش كيضحكوا علينا هذولا، كنقول له مالهم، تيقول لي انا غندير اعاده الادماج. قال لي واش كيعاود الادماج؟ قال لي براسي، قال لي عطيني 4000 درهم يقول لي ادمج، قال لي 500 الخلق ولا شحال ادمج فيهم؟ قال لي ادمج على راسي انا بعشيه، قال لي راه مولا الدار خسال السكر وخسى اتاي وخسى، قال لي ما كنلقى مثلا وكنلقى نضحك الضحك. قال لي عطيني 4000 درهم تقول لي ادمج 500 الخلق، قال لي هادو راه يدمجوا دول. كنبقى شي صوره كتبقى تجيك بصح، كتلقى بنادم عاطينه حي فيه 500 الخلق. دابا انت السيد تما كتهضر بالقانون، غنسولك في شي الميريكان وجيتي، كاينه شي غرفه في العالم كيكون فيها 30 سجين في العالم؟ ما كنهضرك في العالم، عا سولتك 30 سجين ياك، شحال كيكون المساحه ديال السجين؟ شحال عنده في المعايير الدوليه؟ وهذا قلنا المعايير الدوليه واش كتحترمها في المساحه اللي كتعطي السجين؟ عدد الموظفين اللي كيحرسوا السجناء في العالم واش كاين شي معايير بحال المغرب؟ ها كل موظف 1000 سجين. اوروبا كيكون عندك موظف 3 سجناء باش تهلا فيهم وتقابلهم وديرهم التبليغات. حتى في الحال تصنت لك هنايا الموظفه عباد الله. شوفوا اخوتي المغاربه، شوفوا انما ترويج الجوقه التي اعتادت الركوب على مثل هذه القضايا للمغالطات المرتبطه بحس الا محاوله بائسه ويائسه. عافاكم من مسمع الاداره كتهضر بالبائس واليائس، وان البؤساء وان البائس، كنتفكر ذاك قيس سعيد ديال تونس، وان الدستور وان التاريخ. اش هذا المستوى هذا الخطاب اخوتي؟ انسانة السجون الا محاوله بائسه ويائسه منه لتضليل الراي العام واستدرار عطفه بالظهور بمظهر الضحيه، وذلك من اجل الضغط على القضاء والتحلل من المسؤوليه. والبوليس ما يديروا شوكا، والوكيل العام انا والله انا متاكد الوكيل العام دابا راه يبقى يقول ما طاحش عليا نقول هذا الشيء، والوكيل العام ضد الزيان ما يديرش هذا الشيء. نعاود هذا الفقر، عافاكم اخوتي المغرب، هذه اداره السجن، هذه سلطه تنفيذية، هذه سلطه، هذه واحد الجهاز كتنفذ الاوامر والمقرات ودخلات كتاول السلوك ديال السجين. ويلي 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 التاويل. ويائس منه للتضليل على الراي العام واستدرار عطفه بالدخول. كتقول دابا المحكمه النقد، دابا الزيان راه باقي كيدوز من فوق محكمه النقد، باقي بريء، عنده حكم مؤقت. سمعوا حكم مؤقت. دابا نفترضوا دابا بحال دابا اداره السجون كتقول محكمه النقد، يا محكمه النقد انها محاوله بائسه ويائسه منه للتضليل الراي العام واستدرار عطفه بالظهور مظهر الضحيه، وذلك من اجل الضغط على القضاء والتحلل المسؤوليه الكامله فيما تعمل من اجل من جرائم صدرت بشان حق احكام. انت اش دخلك لهذا الدرب؟ انت شغلك تبقى جرائم وراه معروف هو في الحبس تما راه كينفذ وكذا، اش دخلنا؟ انت قول لينا هذا السيد كيقول وكيقول اش كنقول، واعذر عاف الامور اللي كتلزمك، علاش مشيتي للافعال؟ علاش مشيتي للسلوكات؟ علاش مشيتي للقضاء؟ وانت ملي كتواصل معنا بامانه كمل حداها، شنو قلتي؟ احكام قضائيه، قلنا واش مبرمه انتهائيه ولا قلنا مؤقته؟ ما قدرتيش، ما تقدرش، حيت لا قلتي انتهائيه كذبتي، ولا قلتي مؤقته يقولوا الناس مؤقته وقلت لك خليها قضائيه وسكت بوان. وفين هي الامانه والنزاهه اللي هضر عليها الفصل 155؟ فين هي النزاهه؟ النزاهه في التواصل مع الراي العام. ياك هضرتي على صدرت حق احكام قضائيه، الاحكام كي كتكون اما مبرمه اما مؤقته، اذا انت تتواصل، غابت عليك هذه المعلومه، علاش حبستي الطرق؟ خليتيها، ها خليتيها ياك، اذا هذا ماشي تواصل بريء. واوضح البيان ان السجين المذكور يستفيد من واجباته الغذائيه، بحال ذاك النقاش ديال الحكومه، اوه راه دعمنا الخبز، ذاك الحكومه حطينا الخبز صندوق الماء، عطينا الخبز كيبقاو يجيبوا الخبز وراه كيستافد من الماكله زعما زيد بشكل عادي وفقا للحميه الغذائيه الموصوفه له من طرف الطبيبة المؤسسة، ولم يسبق له أن تقدم لإدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام أو الامتناع عن تسلم الوجبات الغذائية المقدمة له، علما أنه تناول آخر وجبة سلمت له بالكامل. دابا عندي واحد واحد السؤال هنا بخصوص، أولا يقدر يكون هو ما سلمش لأن زيان معروف علاقته بالمؤسسات، راه كان كيقولها من برا كاعي على السجون، وديجا هو كيقولوا خرج الرسالة ديال الزفزافي، وإدارة السجون خرجت بيان شديد لهجه ضد زيان بسبب الزفزافي، ربما الاداره بقى غضبانه منه وما كيهضرش معها ما كيتواصلش معها، هل حقيقه اذا هو مريض وما اذا ماشي محدد؟ ثانيا انا تفكرت واحد الواقعه كنت في عكاشه، حيت انا كشاهد عيان، واحد المره عطيت لمدير السجن ورق، قلت للموظف قلت له سير جيب لي رقم الاعتقال، حيت انا كنت كنعطي بزاف د الرسائل وما كيجيبوليش ارقام الاعتقال، وتيقول لك ما تبلغناش. قلت له سير جيب لي، وسميت هذا الموظف، انا نقول لكم سميته معاويه، من نعطيكم الاسم باش تعرفوني، ها هو معاويه كيف عكاش، وسولوه قلت له معاويه سير جيب لي هاك عدي المدير هذا الشيء وقول له جا عندي معاويه، ما جاش عندي، بقيت كندق قلت له معاويه فين ورقه من الاعتقال؟
قال لي ما بغاوش يعطيوني. انا خرجت لبرا وانا مصفد وانا نقول اذا مدير السجن قلت له وانا نشوفه ايش عنده. قلت له اعطيني ورقه ديال قلت له اعطيني رقم الاعتقال ارقام الارسال ديال داكشي عطيتك باش كيبقى عندي. قال لي سير المحكمه. قلت له غادي المحكمه. قلت له اعطيني رقم سير المحكمه. المهم وقع ما وقع. هي فاش يدخلوني الكاشو في عشيه غنجي من المحكمه في رمضان اول نهار يخشيوني في الكاشو. اذا ها واقع مع مدير السجن. عطيته الورقه وها معاويه كذبني وخرج بلاغ يقول عمره ما عطانا ورقه عمره تواصل معنا. انا عطيتك واقع انا يلا ها معاويه شد قول الحقيقه السي معاويه وراه كيتبعني السي معاويه. كنظن غيكون كيتبعني كل هو موظف في السجن. عاقول السي معاويه وشد امام الله واش كاين هاد الواقعه ولا لا. وعطيتك ورق وبزاف د الورق كنعطيهم والله ما كيوصلوا ولا كيديهم. واحد المره كتبت الوكيل العام لمحكمه النقد قلت له السيد الوكيل العام جا بغيت نبلغ على جرائم ماشي عزف زافي داكشي ديال اسحاق شريته. في عشيه والوكيل العام خرج شي بلاغ ولا شنو هو تيقول غادي نفتحوا هو تيجي عندي المدير كيجري. قال لي مشيتي للتليفون. قلت له مشيت للتليفون عرفني راه قلت للمدام راه غنشر. وقلت له عطيتك الرساله والرساله عطيتها له في الصباح هو جا عندي حتى للسد العشيه بمعنى انه ما عطاش للنيابه العامه ولا الاداره ديك الرساله اللي عطيته. ومنين خرجت في الصحافه عاد ترول. اش داروا ديك الساعه عطاو الموظف دار له استفسار. قال له قلت له عطى الموظف قال له علاش ما عطيتنيش الورقه اللي عطاك المهدوي في الصباح. هو عطاها له في الصباح. وشي مسؤول تما قال الموظف ولا شنو هو وصلتني بعض الاصداء قال له سلمته دار له استفسار سلمته لك فورا تحمل مسؤوليتك ما صيفطتيهاش. ها هي واقعه كنهضروا عليها اللي ممكن تكون. دابا غنمشي مع الاستاذ نكمل. وتابع ان اداره السجن قامت بالتنسيق مع الشركه الموكل بعد الطعام للنزلاء بطحن بعض الوجبات المقدمه معني بالامر وذلك تسهيل لعمليه هضمها علما انه استفاد من مجموعه من الادويه المضاده لحاله الامساك التي عانى منها مؤخرا وذلك بناء على وصفه. ها هو عنده الامساك السيزي مش عارف شنو هو الامساك اخوتي المغاربه التي عانى منها مؤخرا وذلك بناء على وصفه طبيه لمؤسسه موسجه ان السجين لم يسبق له ان صرح او قدم اي وثيقه طبيه بخصوص اي من الامراض المزمنه المزعومه. معروف زيان ما يعطيكش ما يكتبلكش لانه علاقته بك كاعي ومريض ومعصب. وعباد الله بنادم كيكون برا في داره وبعث الطبيب الفرملي وكيتكرفص تصور في الحبس كيكون حالتك عندك 80 عام دابا مخرج بلاغ عليه دابا هكا كتصوره كذاب وكتصوره منافق ويتملص مسؤوليه. نسولك واحد السؤال دابا هذه يتملص المسؤوليه الجنائيه هذه تقال شي واحد برا يقدر يتملص هو في الحبس عندك شحال يتملص يهرب من مسؤوليته وكاع محكمه النقد كاع هرست له الحكم يرجع للسلف يبقى معتقل تقطع القضاء ويتملص هو كيفاش كيتملص بغيت نفهم هذه اللغه هذه. علم انه استفاد من مجموعه الادويه المضاده لحاله الامساك التي عانى مؤخرا وذلك بناء على وصفه طبيه المسجل ان السجين لم يسبق له ان صرح. اما بخصوص ادعاء معاناه السجين المذكور من البرد القارس يضيف البيان التوضيحي فان المعني بالامر يتوفر على مجموعه من الاغطيه التي سلمتها له اداره المؤسسه ومسكين كيعاني من البرد المذكور يستفيد من المياه الساخنه مباشره في صنبور الغرفه التي يقطن بها. على رقبتكم اخوتي دابا انا ما نمشيش ندير شي دعوه دابا بالتامك انا على هذه الماده. دابا قال لك بان زيان عنده المسخون وسط الغرفه. احنا انا كنت في الحبس ما عمري ما شفت المسخون وسط الغرفه نتحمل فيها مسؤوليتي. والله ما تلقى المسخون في الغرفه كاين الدوش برا. دابا قال لك عنده الغرفه وسط المسخون عنده وسط الغرفه فين هو المسخون؟ احنا ما دوزناش الحبس 3 سنين ما عمرنا شفنا المسخون. ما عمري شفت انايا قاضي تنفيذ العقوبات في الحبس والمشرع تيقول لي كل شهر كيزور الحبس. مع وكيل الملك عام وثلاث شهور وانا في تيفلت جوج شفتو شي جوج مرات جوج المرات ما عمري شفتو في الحبس كيدور كيجي ما كتصيفط له غير كيتفقد. ما عمري شفت اللجنه الاقليميه باش ثلاث سنين وانا في الحبس عمري قال لك تزوروا اللجنه الاقليميه السجن. الطبيب كيشوف السجين في العزله ثلاثه المرات ولا ما كانش كتجي. ما عمري شفت الطبيب شافني في العزله غا هكا كيجي عندك حتى كتنوض القيامه تهرس تنضاضر حتى سناني تعوجوا لك اللي بغيتي اي حاجه والله ما تعذبتي لاش شتيها. تضربت مع صباعي انا تضربت في صباعي والدم كيسير في رمضان وتضربت مع ثلاثه العشيه وانا كنعطيكم الاسماء عصام موظف عبد الاله موظف الحبيب الله يرحمه سولوا سميتو ذاك الاخر مسكين كلهم الدراري سمحوا لي جبتهم بوعيات موظفين ديال تيفلت جوج تحيه لهم ساكن شهدوا عا بالحق امام الله. وعيط للفرملي وجا الفرملي عندي مع الثلاثه وشافني وصباعي مضروب الجلده طايره. والله ما جا قال لي انا نجيب لك الدواء وشاف شاف طارق في كاس كناكل في المغرب حطوا ذاك البيض ولا ذاك التخربيق ذاك ايوا طليت على الصباعي والله العظيم يلا حضرت دغمه واحده بحال هكا ديال الشباكيه واحد ما نقول لكم
صافي حطيتها ونط والله ما كليت. واش تعاد تاكل كتشوف صباعك تحت الدم كيشرشر منه. كنت كنبقى نحك تكن ها هو عبد الاله الموظف كيعطيكم اسماء صافي اسماء. كنبقى نغوت على الطبيبه والله الا لقيتيها كتجي عندك تاك وكتجي بحال واحد النهار كاينوا التليفونات ولا كتبتي للمجلس واحد المره كنهضر في التليفون جات عندي حتى كيطنول هاي عاد كيتحركوا معاك. السي عبد الاله انت موظف قول كلمه حق في هادشي اللي غنعاود. واحد المره تعريت عبد الاله كان وصل مني داك درت له تخلع مشى كيجري عند المدير قال وكعاودوا للموظفين قال له الاستاذ المهداوي حالته لا يمكن الصمت عنها داك الشيء وصل لمستويات قياسي هادشي الدوام بعد بقى نعاود لكم شي حوايج اخوتي المغاربه بقى نعاود شي حوايج الماكله كتعطى لك من وسط القريمس بحال الكلب كتخشى لك كنت كنقول لهم واش حنا كلاب الكلب اللي كنبغيو نعطيوه ياكل كنحلوا عليه الباب وكنعطيوه الماكله اما البشر واحد المره ما بغاوش يفتحوا الباب هادشي خلاوني والله ما فطرت قلت لهم والله لا كليتو ما حليتو هاد الباب رانا بنادم وكرمنا بني ادم وحتى من بعد عاد جاو فتحوا لي الباب ونقول لكم واحد القضيه كان كيضرني خاطري كنا خمسه في عزله كيجيو فتحوا لي انا الباب واللي حدايا ما كيفتحوش ليهم وكنت كنحس بالجرح واش انا بنادم وهادو لا علاش حيت انا عندي الاضراب عند الموت وهادو كنت كنحس وهذا الشيء كاين ولا ما كاينش دابا تخرج البلاغ بحال هكا حنا ما كنفيوش مجهودات كالسي التامك ولا السجود كاين بعض كاين ما تبغيش ديري بحال هكا الماء سخون القصوص بحال زعما في 5 ايطوال امور مزيانه وانه يتملص هذا زيان راه ماشي بحال هذاك راجل كبير هذا الاستاذ هذاك راجل كبير وزير حقوق انسان سابق وهذاك واحد السيد عنده 80 عام وعنده امراض راه والله العظيم يوميا كيطيح فيا النص كنشوفه في الحبس راه كنقولها وبمنتهى المسؤوليه والشجاعه ما كنتفقش معاه بعض الحوايج قالهم ما عجبنيش انا كنقولها كلمه حق ما عجبنيش ما عجبنيش خصوصا واحد الهضره سمعتها مؤخرا ما عجبنيش نقول لكم وما ما عجبتنيش حنا المغاربه دايرين هكا كنبوسوا الكبير يدو كنهزوا الاستاذ مكارطابل ديالو حنا المغاربه ما كنهزوش العين في الانسان الكبير حنا المغاربه كان ملي كيموت شي واحد كنمشيو معاه للمقبره كنمشيو نحفروا القبر فابور كنجمعوا الماكله باش نديروا العزو حتى ثقافه المغاربيه حنا المغاربه ما عمرنا ما كنقدوا ناديو الانسان الكبير ولا نشدوا ولا واخا يغلط واخا ينحال في راجل كبير صافي هذاك خاصك تجيري معاه تيجيب الله الفكاك راه ورطه زيان في الحبس زيان وجوده في الحبس ورطه دوله ورطه وخلي دار ما دارش غير مقبول علو وزير حقوق الانسان عنده 80 عام كان نقيب المحامون خدم لفائده الدوله دار خدمه جيله للدوله واحد الوقت دخل في الصداع علاش لانه تقاسوا ريافه هو ريفي صافي تما بدات سميوه نتوما الانحراف ديالو فين صعد لانه ريفي تحركت في حيز ريافه خصنا تفهموه ها حقا راه حيت هاد الملفات مابقاوش يعطيوه عليها باش كذا حقا الملفات ولا ديهم كروط كاينه واحد التاويله ماشي هادي هي الحقيقه فيه شي حاجه لداخل وفيه شي حاجه صافي وتما غادا كتكبر وكتكبر اخر المطاف دابا شري بحال منه دابا حنا قلتو لنا زيان الحبش تقلعونا به راجل كبير عطيني دابا انا ملي كتقول لي وزير الشكايات المغرب عنده وزير الشكايات قبل الحمايه وزيان في الحبس 2023 اش بغيتي تقول لي بهذا الشيء نقول لك انا هذا الشيء راه ما لا يليق بنا خص نلقى شي تخريجه خاص الحكماء يتحركوا في البلاد خاص الحكماء زيان معروف عليه انسان وطني انسان ملكي ما كاين خرجات ديالو كانت غير محسوبه انا كنعترف له بها ما كانش موفق خصوصا بعض المسؤولين ديال الدوله خاطرهم بواحد الطريقه ماشي صحيحه بالغ في واحد النوع من الخطابات ما عندوش الحق انا كنقولها ولكن السؤال واش الحبس لا كنا نلقاو شي صيغه عاوتاني هو ولدو تشد له في الحبس تعرى واش تعرى بنادم من المؤخ يا عاودوا بالله كنتفكر ذاك الموضوع ولدو في الحبس المكتب مشى المحاماه مشات ما رضاش قدام المجتمع تكرفص دارت ملفات طراف عليها بواحد معنا واخا هكاك وغنقول واحد القضيه للنقباء زعما حشوم عليكم هادشي اللي درتو والله الا عيب الله على النقباء ديال المحامون عيب الله عليكم برئيسكم زعما واحترامي لكم زعما كيبقى هذاك نقيب ديالكم عنده كيحمل نفس البدله وزميلكم ما تزورتوه في الدار ما درت حتى حاجه كاع صمت مطبق هذيك راه مشاركه في هادشي اللي كيوقع له هاد السيد شكون اللي كيغدي هاد الانتهاكات ضد زيان ولا ربما راه هو الصمت ديال النقباء وكان دابا تصور المجتمع يهضر وكذا مثلا بطريق في اطار التشاوبات حتى السلطه كت حتى كيبان لهم زيان معزول تخرج عليه بلاغ بحال اللي مخرجوا على شي شمكار والشمكار ما تكشف عليه بحال هكا وان محاولته للتملص مسؤول حتى اداره السجن حتى اداره السجن خصك تبقى محترم وتبقى بعيد الا كاين شي حاجه بالله كاين القضاء وفين هو رئيس الحكومه ياك هو رئيس المجلس الاداري ديال واش عمركم شفتوا شي رئيس حكومه مشى للحبس هذوك اللي ساكنين في الحبس مالهم ماشي بشر وسير شوفهم وضرب شي دويره شوف ظروف الايواء راه رئيس حكومه راه 100000 واحد عندك في الحبس سير شوف زيان ماله
انت سي اخنو سير عند زيان الحبس. والله لا قدرتي والله لا قدرتي. انا كنقول لك والله ما تقدر، ماشي تكبر، لا ما تقدرش. سير عنده هذاك وزير ونقيب كذا، تصور خليه داير الافعال، راه كاين فهاد العقوبه، ما تخرجوش اسيدي، ما تتفقش معاه، ولكن اعطينا واحد السلوك حضاري للمغاربه. اخنوش يا زورو وشي عنده لاباس كي داير هذاك وزير، شوف ظروف الايواء، هادشي اللي كيقول زيان وكتجاوبوا اداره السجون، تاكد منه انت كرئيس الحكومه، ياك انت هو رئيس المجلس الاداري ديال 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 ديال, ديال السجون، انت المجلس الاداري هو رئيس سيخ. وسير شوف سير با عنده لاباس عليه، فكيقول شنو با لاباس عليه وقراه في كندا، با لاباس عليه وخلص عليه وقراه في كندا. يا راه انت محامي، هذا راه محامي، وفين التعاضد ديال المحامون ونشوفوا الدواء ونشوفوا واحد كامل الاسف. خوتي المغاربه اش نقول لكم، الله يهز هاد الغمه علينا وصافي بكل ما زعما. هاد البلاغ هذا والله الا مؤلم قسما ورب العزه، بحال هاد البلاغ اللي خرجت الحكومه اليوم على الغلاء ديال المعيشه ديال الاسعار، حنا غنمشيو نقلبوا الاسعار وماطيش ان شاء الله البرد وكورونا هي سبب كذا وحرب اوكرانيا وروسيا، وراه السبب هو عامل بون وعامل فيل وداك الخطر كان البرد وماطيش ديش نقول لكم. ولاش المحروقات ما راقبتش الاسعار؟ هذا تراقب دابا انت الخوضه. وفين هي المجلس على الحزب؟ فين هو مجلس المنافسه؟ وفين هي 17 مليار درهم بعدها؟ وفين هي التذاكر ديال ان البؤساء عاد عن تيقوا بك عتراقبوا البرد ومطيشه ان شاء الله؟ والناس المغاربه بعدها يبقاو من شهر هادو الفقراء هو كيشريو بالحبه المطيشه والبصله، انت باقي باغي تزيدهم حيت انت عندك فلوس ممكن تعيش، واتخذ قرارات دابا استعجاليه دابا القيامه تنوض بلا ما ينغزك شي واحد، بلا ما تعرف انت تتخذ، بلا ما يهضروا المغاربه، بلا ما يدخل. علاش علاش انت ما تكونش رئيس حكومه وتحس بالمغاربه مساكن؟ كنشكركم متابعات ومتابعين القناه والى اللقاء.